لو حضرتك شفت حد بيسرق حد بتتدخل ولا بتقلق؟ لا لازم اتدخل طبعا، تربيت على كده. ممكن اتدخل لو الظرف ان انا اقدر اتدخل، لو ما عرفتش اتدخل اتصرف ان انا الاقي حد ان هو يساعد اللي قدامي، او يعني بتصرف باي طريقه يعني، مش هتسكتي؟ مش هسكت اكيد. لو شفت حد في موقف زي كده لازم اتدخل طبعا، لازم كلنا لو حد شاف حد بيحصل له موقف زي كده المفروض الطبيعي ان هو يتدخل. بص هو مفيش قلق، اول حاجه موضوع التدخل ده على حسب الموقف اللي انت موجود فيه. لو في ضابط شرطه جنبك او في نقطه او في عربيه مثلا دوريه معديه، هي الاكتر اللي ممكن تتحرك. لكن انا ممكن يعني الاكشن اللي اخده ان انا ايه يعني اخد موقف في ساعتها، هل بقى امسك الراجل اللي كان بيسرق، هل احاول اعرقله، هل مثلا ازعق لو هو مش اكتر من واحد، لانه خد بالك برضه ما تضمنش يكون معاه ايه وهو بيسرق. والله هو ده على حسب الجرم اللي بيحصل، هل انا في استطاعتي ان انا امنع السرقه ديت، في استطاعتي اساعد الشخص اللي معتدى عليه، طبعا مش هتاخر. وعلى قد ما ربنا هيقدرني هعمل، مش ساعات الموقف ذات نفس الحاجات دي بتبقى الواحد مش متوقع ممكن يعمل ايه يعني. في بعض الحالات يعني مش كل الحالات ان انا اتدخل فيها، بس طبعا في حالات بتستدعي فعلا ان الواحد لازم يتدخل. يعني لو شايف واحده مثلا في الشارع وواحد تعرض لها، اكيد من المواقف الواحد بيشوفها الايام ديت ان ممكن يكون واحد ماشي مثلا موتوسيكل بفيسبا فبيخطف مثلا شنطه او حاجه، ممكن ان ساعتها هتدخل يعني. لكن لو حاجه مثلا لا سطو مسلح اكيد طبعا مش هتدخل، ماليش علاقه يعني. مش هتتدخل خالص ولا ممكن تعمل تصرف؟ هو التصرف مثلا اللي هيساعد ان انا ابلغ النجده، بس ده اللي هقدر اعمله. اكيد هتدخل حتى لو حسيت ان في خطر. لو حسيت في خطر في موضوع كل تدخل برضو؟ ده اكيد هتدخل اكيد. انا لو ربنا راد ان يحصل لي حاجه فيحصل لي من غير ما اتدخل. انك مش لازم تتدخل بشكل رسمي، ايواء حسب الموقف. ممكن لو موقف اقدر اتدخل فيه بشكل مباشر هتدخل بشكل مباشر، مفيش مشكله. لكن لو موقف محتاج يعني في كذا شخص سطو مسلح على بنك مثلا، ده اكيد مش هيبقى تدخل يعني، اكيد الواحد مش ماشي يعرف يتدخل في حاجه زي كده. لكن لو موقف شخصي بواحد بيسرق واحد اكيد لازم اتدخل. لكن في اعتداءات ممكن تكون اكبر من ان امنعها، يكون معاه سلاح ناري، يكون معاه آلة حاده، في الحاله ديت انا هاجي عشان امنع ضرر بحد هتضر انا كمان. في الحالة دي أنا ممكن أتصل بالشرطة، ممكن أستعين بناس تانية نتدخل في الموضوع على حسب حجم الجرم نفسه أو على حسب حجم السرقة نفسها. حضرتك دخلت برضو بتصرف صحيح. لو شفتي واحدة من صحباتك مثلا بتسرق أو بتاخد حاجة من شنطة واحدة زميلتك وهي التانية مش واخدة بالها، هتعملي إيه؟ هبلغ اللي هي بتسرق، أقول لها إن اللي أنت بتعمليه ده كده غلط، وصاحبتي اللي هي بتتسرق هقول لها برضك إن في فلانة ده بتسرقك. طب لو الموضوع اتطور وزميلتك راحت اشتكت للميس فطلبوا شهادتك، تشهدي ولا خير؟ هشهد عشان الشهاده ديت حق. ممكن موقف يشدك ان انت تخش تتدخل، موقف ليه عادي فالموضوع عدى وغيري عادي يعني. يعني لو سرقه ممكن السيطره عليها تتدخل؟ لو حسيت الموضوع كبير خد بعض واتكل على الله. مش عمرك تتدخل حتى بشكل غير مباشر؟ ما بقول لك على قد ما ربنا يقدرني ان اخلي حد يروح مثلا امين شرطه واقف يا باشا شوف اتفضل الحاجات دي يعني. طيب. اكيد طبعا هتدخل حتى لو حسيت ان في خطر؟ عادي يعني، ما فيهاش حاجه لما تدخل، ده ثواب ليه؟ بقى باخد ثواب. هل في مجتمعنا لما حد بيتسرق او حاجه في ناس بتتدخل ولا الناس بتقول والله بقى انا بصراحه يعني ما اكذبش عليك، انا بتكلم عن نفسي ما اكذبش عليك، بس يعني على ما اظن يعني على زي ما بيقولوا اكيد طبعا. انت لو برضه لو شفت واحد بيتعرض لسرقه ولا بتاعه وانت واقف مكانه انت مش هتدافع عنه؟ اكيد هدافع عنه. هل في مجتمعنا الناس اللي بتسكت كتير ولا اللي بتتدخل اكتر؟ لا اللي بتسكت كتير. بيحصل كتير وفي لا مبالاه برضه. طب ده ليه؟ ممكن يكون خوف، ممكن يكون يكبر دماغه ماليش دعوه. بس انت مش هتسكت؟ لا لا احنا في موجود، لا الناس بتتدخل، لا الناس يعني لا في ناس كويسه يعني، في ناس كويسه، لا في ناس بتتدخل، في ناس بتدخل في موضوع في السرقه لو حد شاف حد بيتعرض لحاجه زي كده، لا في ناس بتدخل طبعا. بص هو المجتمع بتاعنا كان في الاول يعني كنا بنشوفه اكتر ايجابيه في التعامل، دلوقتي ممكن حتى لو في ناس ممكن يتدخلوا ممكن يمنعوا هذا الاعتداء ما بيتدخلوش،
وبيمشي بكل سلبيه، ودي ممكن تشوفها في جرائم كتيره، مش بس اعتداء سرقه، لا في تحرش. وانا سمعت كتير عن اعتداءات تحرش، كان موقف الناس المحيطين بالواقعه سلبي. هل ده بيحصل في مجتمعنا كتير، الناس بتتدخل ولا؟ لا للاسف، لا للاسف لا ما بيحصلش، ان كل واحد دلوقتي خليني في حالي. الله اعلم اللي فيهم، يمكن هم اصحابه بيتخانقوا، يمكن 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 يمكن، ففي الاخر محدش بيتدخل. انا وانا متاخر على شغلي مثلا فعايز الحق نفسي كده، يعني الحاجات دي ايا كان البتاع. لا في ناس كتير ما بتتدخلش. دي حقيقة. بيحصل كتير ولا ما بقاش زي الاول؟ لا ما بقاش زي الاول، ما بقاش زي الاول يعني، لان الثقافه دلوقتي في يعني اختلفت عن زمان يعني. بس وانا شايف ان الشباب كتيره الايام دي، لا في حاله، لا الايام دي ربنا يسلم يعني ويسترها. لكن حضرتك قبل ما تتدخل هتفكر هو في سلاح في الموضوع؟ مفيش سلاح؟ مفكرش، متعود على كده. هل ده بيحصل في مجتمعنا كتير ولا الناس ما بقتش زي الاول؟ والله هي الناس كل واحد بطبعه، كل واحد بطبعه. انا طبعي مش زي طبع غيري، مش زي طبع غيري، كل واحد بطبعه. فا اكيد يعني اللي عنده شجاعه واللي عنده جرأة هيدخل اكيد. ده سرقه ما فيهاش كلام، بلاش واحد او واحده او اي حاجه. انت مثلا لو في مكان وشفت واحد سارق حاجه من المكان ده ونازل منه، وانت عارف ان الحاجه دي مش بتاعته، فانت بتضطر انك تعمل ايه؟ اروح اساله الحاجه دي بتاعتك؟ بتاعتك. لا مش بتاعتك. طب تعالى نخش المكان اللي انت طالع منه نشوف الحاجه دي بتاعتك ولا مش بتاعتك. اصبحت مش بتاعته، اصبحت واصبح هو بقى ايه؟ بقى حرام كده. انا اصبحنا عرفنا كل حاجه. حضرتك قلت لي ان ده ما بقاش سائد دلوقتي. لا ليه بقى؟ ما بقول لحضرتك اهو، في بعض الناس يعني خوفا على نفسها، خوفا ليكون اللي بيسرق ده معاه سلاح هيأذيه كده يعني. هي عايزه بس قلب جامد. بس في ناس بتتدخل. الا من رحم ربي زي ما بيقول يعني. ناس قليله، ربنا يبارك لهم ويكتر منهم ان شاء الله.